النهارده عن الابراج، والنهارده هنتكلم عن هنتكلم عن توقعات برج العذراء لشهر ديسمبر 2018. بصوا بقى، توقعات برج العذراء دي ناس كتير طلبتها مني، بس انا قلت احدد موقفي الاول عشان العذراء ده محتاج تكتكه. عمر طبعا الناس اللي متابعيني عارفين عمر يعني شريكي في القناه. طيب، توقعات برج العذراء. انا ما بحبش اقول توقعات، بس اقول نصايح برج العذراء في شهر ديسمبر 2018. اهدى، ثلاثة اهدى مع بعض يا برج العذراء. برج العذراء الدنيا عنده مش متدربكه، متلخبطه بشكل مش طبيعي. هو اكثر، بص، هو قوس يمكن كمان كده، عقرب كمان الدنيا ملخبطه معاه، حوت الدنيا ملخبطه معاه، لا اسد الدنيا معاه طالعه 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 يعني. طيب ليه برج العذراء الدنيا ملخبطه معايا؟ عشان خاطر هو عنده امكانيات ماديه زي الزفت، عنده ديون تاني برج العذراء، فقلت ان هو صحيا مش متظبط قوي، بلس ماديا مش متظبط خالص، عنده ديون كتير جدا. برج العذراء من الابراج اللي بيحب يكون معتمد على نفسه، ما بيحبش يكون مستلف من حد فلوس، ما بيحبش يكون عليه فلوس لحد، فهو هيبقى متضايق نفسيا. في الشغل عنده لخبطة مش طبيعية، يعني مهنيا عنده لخبطة، لان هو ممكن يكون بيغير شغل، مضطر ان هو يغير شغل، عنده التزامات كتيرة جدا كلها جاية في وقت واحد. فديسمبر شهر ملخبط لاخر حاجة في الدنيا ممكن تتخيلوها مع برج العذراء، بس الدنيا هتبدأ تظبط دفنتلي في اول 10 ايام في يناير، بس ديسمبر ملخبط عاطفيا، مفيش عاطفيا اصلا، يعني عاطفيا برج العذراء دلوقتي في حالة سكوت، ولا عنده عاطفيا، حتى لو هو مرتبط هتلاقوا عنده مشاكل في الارتباط بتاعه، او ساب حد هو بيحبه، او منفصل عن حد هو بيحبه، يا اما اصلا مش مرتبط. يعني ايه عاطفيا برج العذراء؟ ما عندوش عاطفيا اصلا، عاطفيا دي مش موجوده في حياته دلوقتي، لان هو الدنيا مدربكه عنده في الشغل اخر حاجه في الحياه. اوكي، بصوا، ما اقول لكم اخبار سيئه. انا بعتذر، بس والله مش انا اللي بالف، يعني دي الحقيقه يا جماعه. طيب، بس في الاخر عذراء قوي جدا، بيستحمل، مكمل، واثق في نفسه، واثق ان الدنيا هتظبط بعد كده اكتر واكتر واكتر. معلش يا جماعه، فالعذراء قوي، برج قوي، بيستحمل، صبور، مهما كانت الدنيا مش مظبطه معاه، فالعذراء الحمد لله بيصبر وبيقدر يكمل. بما ان انا عذراء انا كمان، وماديا بقى مش عايز احكي لكم، بما اني بتكلم عن ماديا، انا يعني اسوأ فتراتي بقالي من 2010، عمري ما مريت بالمرحله دي. طيب ايه كمان عن برج العذراء؟ الشغل. برج العذراء هيبقى المرحله الجايه عنده تغييرات مهمه جدا في الشغل، يا اما هيغير وظيفته، هيغير التايتل بتاعه، يعني اسمه مسمى الوظيفي بتاعته، هيغير الشركه بتاعته من شركه لشركه، هيغير، بس في تغييرات في الشغل كتيره جدا، وتغييرات مش بمزاجه، يعني هو مش هو اللي بيغير عشان يبقى في وضع احسن. يعني انا مش شايفه العذراء هيترقى ترقيه كبيره، ممكن يزيد حاجات بسيطه في شغله، بس هي مش الترقيه الواو اللي العذراء اصلا بينقل علشانها. فالعذراء الفتره دي مش بينقل بمزاجه، يعني هو مضطر في النقله دي. العذراء برضو اجتماعيا هو منعزل الفتره دي برضو، يعني هو مش عايز يخرج، مش عايز يتفسح، مش عايز، لان هو معهوش فلوس. العذراء معهوش فلوس، ولما يكون مش معاه فلوس بيبقى حزين، برج العذراء بيبقى حزين، مكتئب جدا، بيبقى متضايق، فحاسس ان هو متلجم. وعذراء زي ما قلت هو بيحب يعتمد على نفسه، بيحب ان هو اللي يكون صانع قراراته بنفسه، بيحب يكون عنده ذمه ماليه منفصله، يعني فلما يكون مديون لناس ومعهوش فلوس، ما يحبش يخرج، ما يحبش يطلع بره، هتلاقي العذراء الفتره دي منكمش. لو انت مرتبط بحد من برج العذراء او تعرف حد من برج العذراء، هتحس ان هو مش عايز يحتك بالعالم الخارجي، لا هو عايز يقعد في البيت اكتر، عايز يقعد لوحده، وعايز يفكر، عايز يعمل بلانز، او ممكن يكون عنده ديون حاجه هو شاريها، يعني يبقى عنده حاجه وبيدفع لها اقساط وعنده ديون، بس هي حاجه في الاخر هتعلى. المهم ان الفتره دي عذراء، اقسم بالله العظيم ان شاء الله باذن الله فتره مؤقته تنتهي في شهر يناير، بالعكس هيحصل لك انفراجه مره واحده في شهر يناير. اصبر بس، ما تاخدش قرارات مصيريه، ابوس ايديك يا عذراء، بليز يا جماعه ما حدش ياخد قرارات، اي قرار مصيري في شهر ديسمبر عذراء وقوس لا، اديني وجدي برضو بلاش مصيريات، يعني عذراء وقوس وجدي وعقرب كمان بلاش قرارات مصريه، برج الحوت بلاش قرارات مصريه.
فديسمبر مش مز... هي شهر ايه 2018 ما جتش سنه لطيفه بصراحه، هي كانت سنه كبيسه. فاحنا عايزين، انا مش عارفه يا جماعه انا باينه تخينه كده ليه في الصوره، بس والله والالوان الالوان مش طبيعيه. طيب نرجع لموضوعنا التاني. قرارات مصريه يا عزراء، لا ما تخسرش ناس صحابك. انت لو متضايق خليك قاعد في وحدتك، خليك منعزل، بس بلاش تجرح حد عشان انت متضايق، بلاش تبقى اجريسيف وقاسي مع حد. صحيا العذراء مش مظبوط، لازم تهتم بنفسك يا برج العذراء. عايزه اقول لكم انا شخصيا انا عذراء اهو، انا فكي ما بعرفش انام طول الليل، قاعده في التواليت عمال اعمل مضمضات وميه بملح، ويعني بصوا مامتي كل شويه اتصل بمامتي اقول لها ماما انا لساتي واقفه مش قادره اتكلم، تقولي ميه بملح بليمون بخل، عمال اعمل ميه سخنه بملح بليمون بخل وقاعده في التواليت. دكتور الاسنان بتاعي، انا ساكنه في التجمع والله لازم احكي لكم القصه، مش انتوا برج العذراء تستحملوني، دكتور الاسنان بتاعي في مصر في مدينه نصر، انا يعني عملت عمليه، بس دكتور العمليه في المعادي، فهو مش هيكمل العمليه يعني لازم اكملها عند دكتور تاني تخصص تاني، فتخصص تاني في مدينه نصر، وانا مش معايا عربيه والدنيا برد جدا وبخلص شغل متاخر، برجع مش شايفه قدامي، بكسر اروح للدكتور ولازم اروح له، شجعوني ان انا اروح للدكتور بليز. فكل يوم اهو يعني النهارده خلاص اللايف ده، والمفروض ان انا اقوم البس او انا لابسه خلاص هروح للدكتور ان شاء الله. انا مصيبتي تاني مع دكتور اسنان، انا بكره الانتظار، بروح اقعد بقى بالثلاث اربع خمس ست ساعات مستنيه دوري، وادخل بقى اول ما بشوف الجهاز يغمن عليا اصلا عشان انا بكره الجهاز ده. بصوا انا بعاني من اسنان بسبب ان انا بخاف من دكاتره الاسنان، يعني عندي بانيك من اسنان ومن الطياره، يعني بانيك من اسنان واكيد يعني عذراء كده كمان، يعني بخاف من دكتور دكاتره الاسنان جدا، بخاف من الطياره وبخاف من القطط، يعني انا بترعب من اي حاجه بتتحرك على فكره، يعني بخاف من القطط ومن الفيران برضو، بخاف من الفيران جدا، بخاف من الكلاب بس مش قوي، يعني انا بخاف من اي حاجه بتتحرك، بس القطط انا بخاف منها جدا جدا. نرجع تاني لبرج العذراء، معلش بدخلكم في حياتي الشخصيه، بس يعني بما اني بتكلم عن الحاله الصحيه لبرج العذراء، فالحاله الصحيه بتاعت برج العذراء برضو كده. وهتلاقي اي حد برج عذراء شعره بيقع على فكره فور يور انفو، يعني ليه؟ لان العذراء مكتئب ومتضايق وحزين وزعلان، فبالتالي كل ده بيأثر على نفسيته، لما نفسيته بتحصل فيها كده شعره بيقع، راجل او ست. طيب الحاجه الثالثه اللي عايزه اقولها، اشوف مش هقول لكم اخر حاجه عايزه اقولها، عذراء زي ما قلت ان هو متلخبط، والعذراء بيبقى كاره حاله قله اللخبطه، يعني ما بحبش ان هو يكون متلخبط كده مش عارف هو عايز ايه، فهو مش عارف يقرر اي حاجه، فبليز ما تقرروش اي حاجه، لان انتوا في فتره عارفين الدنيا معاكم عامله كده، شايفين يعني دي تعمل ازاي، هي كده بالظبط. عاطفيا العذراء عنده حاله، انا مش عايزه اقول اللي هو ترفع، يعني هو مش عايز يرتبط لسبب ان العذراء حياته العمليه مهمه جدا في حياته، فلما يكون حياته العمليه في مطبات كده بتحس ان هو قرفان مش عايز يعمل اي حاجه في حياته، ولا عايز يرتبط بحد ولا حد يرتبط بيه ولا حد اصلا يتكلم مع حد، مستقبل العذراء اهم حاجه عنده في حياته، هو متضايق مثلا فتحس ان هو عايز يركز في مستقبله مش عايز اي حاجه تعطله عن الموضوع دوت، يعني فعشان كده العذراء تلاقوه عاطفيا بقى وحاجات تانية دي هو مش طايق نفسه، لان هو عنده مشكله في مستقبله، عنده مشكله في كاريره، عنده مشكله في فلوسه برضه، يعني عذراء على فكره بيبقى عنده بلانز كتيره جدا كفلوس، فتحس ان هو لما بيبقى مش عارف يحقق اي حاجه منها بيبقى متضايق قوي قوي يعني. في حاجه تانية عايز اقول لكم على برج العذراء، برج العذراء ان شاء الله باذن الله، لا في اول 2019 يبقى عنده حاجات كتيره قوي هيقدر يحققها ان شاء الله باذن الله، حاجات ماديه، هو عذراء على فكره بيحب دايما طب في كل حاجه، يعني مثلا بيحب ياخد احسن حاجه لان هو بيحب البرفكشن، حتى لما يجي يشتري حاجه بيدور على الطب بتاعتها ويقول انا عايز اخد الطب، مش بيحب حاجه في النص ولا بيحب حاجه تحت، هو دايما بيحب اعلى حاجه في كل حاجه، يعني عذراء بيطمح الى الكمال في كل حاجه في الحياه يا رب، يعني ودي مصيبه انا بعاني منها والله، انا وراند بنتي، بصوا راند بنتي مجننيه، يلا انا النهارده بصوا انا تعبانه نفسيا جدا، فانا عماله انفجر كده وعماله اهزر واضحك عشان ايه، عشان ما يجراليش حاجه لوحدي، لازم كلنا نتشارك مع بعضينا كعذراء، يعني متلاقوني بهزر تعرف ان انا متضايقه، فبهزر عشان متضايقه فلازم اهزر عشان ما افضلش قاعده مكتئبه. عذراء على فكره لما بيكون برده متضايق بيقعد يهزر على فكره عادي، يعني هو بيعرف يهزر وبيعرف يبين وش تاني غير وش فيه، فبليز يا برج العذراء بطلوا تفكروا كتير جدا، بفكروا تاخدوا قرارات مش صحيحه، ركزوا ان الفتره دي فتره صعبه، هي فتره صعبه ان شاء الله باذن الله، بس تفائلوا بالخير هتلاقوه،
اعملوا قانون جذب، اجذبوا كل حاجه انتوا عايزينها الفتره الجايه، لان مش 2019 تبقى سنه ان شاء الله باذن الله سعيده جدا جدا على مواليد برج العذراء، هيبقى فيها تحقيق نجاحات كتير، هيبقى فيها انتقاله كويسه. بس اصبروا شهر ديسمبر، هو ده شهر ديسمبر ده ملخبط، بس الدنيا هتظبط فيه كويس قوي 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 ان شاء الله فيما بعد. ثانك يو كل حد برج العذراء بيتفرج عليا، ثانك يو كل الكلام الحلو بيتقال لي، ثانك يو كل الدعم بتاعكم. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان تشجعوني في القناه، شير لاصحابكم برج العذراء، اصحابكم المرتبطين ببرج العذراء، اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. اخر حاجه عايز اقولها، اعملوا فولو على انستجرام رشا مراد اندرسكور مراد ام يو ار اي دي، او رشا مراد بالعربي والانجليش على الفيسبوك، وسالي النهارده قولوا لي يا برج العذراء انتوا عاملين زي صحتكم ملخبطه، فلوسكم ملخبطه، شغلكم ملخبط، عاطفياتكم مش موجوده ولا لا؟ قولوا لي واحكوا لي، هل انتوا بتمروا بنفس الحاله اللي بيمر فيها كل الناس برج العذراء ولا لا؟ وايه تعليقكم على الفيديو؟ ثانك يو ثانك يو ثانك يو، انا بهتم جدا بتعليقاتكم، بحب جدا ان انتوا تعلقوا، كل ما بتعلقوا اكتر دي حاجه بتبسطني اكتر، فبليز علقوا كتير جدا جدا، اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، شكرا شكرا، واصبروا يا برج العذراء لان الفتره الجايه تبقى يعني صعبه، بس بعديها فتره حلوه قوي قوي قوي، اي بروميس يو ان شاء الله باذن الله هتكون فتره حلوه. شكرا، باي باي، مع السلامه. ودعوا لي على فكره عشان اسناني بجد، يعني بليز ان انتوا تدعوا لي عشان اسناني فعلا بتوجعني جدا جدا، وادعوا لي او ندعي كلنا لبعضنا ان برج العذراء ربنا يرجعها معاه ماديا وصحيا وعاطفيا كل حاجه كل حاجه.